صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش ديروا شكاية في الموقع ديال التضامن اللي داروا بالنسبة للناس اللي ما استفدوش من الدعم، للناس اللي صيفطوا 12 12 ديال راميد، ولا حتى الناس اللي تسجلوا في موقع التضامن وما استفدوش ومحتاجين لهذا الدعم هذا. يعني الناس اللي ما محتاجينش، الله يرحم لكم الوالدين، بلا ما ديروا شكاية وبلا ما تبقاو تدفعوا، حيت كتضيعوا رزق الناس الاخرين وكديروا الخدمه لدوك الناس اللي كيفيريفيو. هذا ما كان، هذا هو الموقع اللي فيه تسجلنا فيه ديك الساعات تضامن. غنخلي لكم الرابط ديالو في الوصف ولا غيطلع لكم دابا هنا. المهم البوابه هي هذه، كيقول لك هنايا المرجو ادخال معلومات صاحب طلب للاستفاده من عمليه الدعم، يعني السيد اللي فيه تسجل هنايا، نمره لاكارت، نمره التليفون، وهذا الكود هذا اللي كيطلع لكم هنا. وهنا ان شاء الله غيطلع ملي كنديروا، غادي نديروا تاكيد يطلع لكم واش رفضوا الطلب ولا قبلوه، ونديروا شكايه ان شاء الله. انا غادي ندخل غير معلومات ديال واحد السيده حيت انا ما تسجلتش، باش نوريكم كيفاش ديروا شكايه، وكل واحد ورا غادي يطلع ليه السبب ديال الرفض ديالو. ماشي كلشي يطلع ليه من السبب ديال الرفض، كاين اللي غايقول ليه انت ماشي رب الاسره، كاين اللي غايقول ليه الخدمه ديالك ما دايريناش على حساب واش تاخذ الدعم ولا لا. وما ندخلو نمرة لاكارت، هنا غندخلو رقم الهاتف، كنأكد من نمرة الهاتف اللي دخلتو في الأول، يعني اللي تسجلتو بها. هنا غندخلو هاد الكود هذا اللي عطاونا، غادي نديرو تكين. هنا هاد السيدة دايرين لها لقد تم قبول طلبكم، يعني هاد السيدة غادي تاخد الفلوس ديالها ان شاء الله. لقد تم ارسال طلبكم لاحد للاداء المرجو الانتظار، وسيتم قريبا اشعاركم برسالة لاستلام الدعم. يعني بحال هاد السيدة هادي قبلوها، غادي نشوفوا شي واحد اخر اللي ما قبلوش. كيف ما قلت لكم دابا غندير واحد السيدة اخرى اللي رفضوا لها الطلب ديالها، ورفض الطلب راه كيكون على ثلاثة الحوايج، يا الخدمة ديالكم ما دايريناش في الناس اللي غيستافدوا من الدعم، ولا نتوما خدامين دابا وصيفطوا للدعم، ولا نتوما ماشي هما رب الأسرة. يعني كل واحد يجي السبب علاش رفضوا ليه الطلب ديالو، وكل واحد يبرهن ليهم العكس ديال داكشي في هاد لاكاز اللي غطلع، في هاد بلاصة الرسالة اللي غطلع. المهم غادي ندخلو نمرة لاكارت كيف ما الأولى، نمرة لاكارت، رقم الهاتف، وهذا الكود هذا كديروا تاكيد. كيف ما كتشوفوا هي طلعوا لها لقد تم رفض طلبكم لكون صاحب الطلب ليس هو رب الاسره. هاد السيده باقا ما تواصلتش معنا باش نتاكد من المعلومات ديالها، غير غادي نوريكم شنو غادي ديروا. الا كان هذا الشيء اللي قالوا لكم صحيح، يعني انت ماشي هو رب الاسره، المهم كل واحد والسبب ديالو كيف ما قلت لكم، كل واحد وشنو يطلع عليه هنا. كاين اللي يطلع عليه على حساب الخدمه ديالو انها ما متناسباش مع الدعم. المهم كان داكشي صحيح، دير هل تريدون وضع شكايه، غدير لا وخلي داكشي، كنتي محتاج وداكشي اللي ماشي هو هذاك غلطوا لك شي حاجه دير نعم. كيف ما كتشوفوا هنا قال لكم المرجو تقديم مزيد من التفاصيل عن الشكايه للتمكين من دراستها، وخاصه كل ما يفيد بعدم صحه اسباب الرفض طلب الاستفاده من الدعم. كيف ما قلت لكم هنا غادي ديروا التفاصيل ولا المعلومات اللي غادي تاكد لهم بان راه غلطوا ويخليكم تستافدوا، يعني تبرهنوا لهم انهم راه غلطوا في بانهم ما عطاوكمش الدعم. بحال الا ما كنتيش انت داروا لك انك ماشي رب الاسره، غادي تعطيهم انك راه انت هو رب الاسره وهذه وهذه. كانوا على حساب الخدمه غادي تشرح لهم الخدمه ديالك، اتعاود تشرح لهم الخدمه ديالك بالتفاصيل، ومن بعد غادي دير هاد الكود هذا عاوتاني 95 759 هنا، وغدير تاكيد اطلع لكم لقد تم وضع شكايتكم بنجاح كيف ما كطلع لكم دابا هنا. انا ما بغيتش ندير لهاد السيده حتى نتواصل معها باش نعرف المعلومات ديالها صحاح. هذا ما كان، نتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس، راه بزاف الناس ما عارفينش يتعاملوا مع هاد المواقع هادو، ولكن الناس اللي الله غالب مساكن ما قارينش وما كيعرفوش يعمروا بحال هاد المواقع. بارطاجيو
في الواتساب في فيسبوك، صيفطوا للناس اللي كتعرفوا، المهم بارطاجيو الناس يستافدوا، راه كاين الناس اللي محتاجين ديال بصح، الناس محتاجين ديال بصح لهاد الدعم هذا. وما تنساوش ديروا ابوني لاشين الا بغيتوا. تهلاو في راسكم.